مسابقة فوازير رمضان، مدرسة رواد المستقبل الدولية بالتعاون مع أسواق العطائر التخفيضات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وقد اقتربنا من نهاية المضمار، والخير إذا اقترب من نهاية المضمار ضاعفت من جهدها وعزيمتها لتفوز بالسباق. فالهمة الهمة بالحرص على الطاعات، ليختم الله لنا هذا الشهر الكريم قبول الصيام والقيام وقراءة القرآن والثبات الثبات على الطاعات والقربات والصيام والصدقة وقراءة مرابين يومين من القرآن بعد انقضاء الشهر الكريم. ويستحب الصيام 6 من شوال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن حان وقت المسابقة، من هو النبي الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما؟